موجودين مع حضراتكم من داخل محطة محولات العالمين الجديدة، ومعانا المهندس مصطفى مرجان مدير الموقع. هيكلمنا أكتر عن يعني العمل داخل المحطة. احنا باشمهندس بادئين من أكتوبر السنة اللي فاتت، العمل وصل لحد فين؟ صباح الخير أولا على حضرتك. صباح النور، بنرحب بحضراتكم في مدينة العالمين الجديدة وبالأخص في محطة محولات العالمين الجديدة. احنا حاليا فعلا بدأنا شغل في شهر أكتوبر 2020، وصلنا حاليا تقريبا جميع اعمال المدنيه وجميع اعمال التركيبات تم الانتهاء منها. حاليا في مرحله اعمال الاختبارات، تقريبا تم انجاز حوالي 95% من اعمال الاختبارات في المشروع، وان شاء الله احنا شغالين بحيث ان احنا نقدر المحطه تكون شغاله في شهر اغسطس 2021. يعني انجاز هذا المشروع في تقريبا اقل من سنه. اه بالظبط، احنا باذن الله ان شاء الله هنعمل هيتم تشغيل المحطه في اغسطس 2021 في اقل من سنه. طيب احنا بنتكلم انه في تقنيات حديثه مستخدمه داخل المحطه، لو تطلعنا على هذه التقنيات يا باشمهندس. طبعا المحطه قدره 525 ميجا وات، مكونه من مبنى، المبنى الحالي احنا واقفين فيه مبنى المفاتيح المعزوله بالغاز، جهد 220 كيلو فولت، مكونه من ثلاث محولات قدره كل محول 175 ميجا وات، مكونة من غرفة تحكم رئيسية، ومبنى الجهد موزعات الجهد المتوسط ل 22 كيلو فولت. النوع ده من المشاريع حضرتك شايف ازاي المهندسين والعمال اللي اشتركوا في هذه الانواع من المشاريع قدرتهم وخبراتهم بقت عاملة ازاي بعد ما ينتهي من مشروع زي ده في اقل من عام؟ من الحاجات المهمة في المشروع ان المشروع تم تنفيذه بايدي عاملة مصرية 100%، سواء في مرحلة التصميم، سواء في مرحلة التركيب، مرحلة الاختبارات، جميع العاملين مصريين، مفيش أجانب خالص. فدي طبعا فرصة جيدة ان بتدي خبرات لعمالة فنيين مهندسين ان هم يقدروا نقدر ان احنا نشتغل بدون الاستعانة بأي خبير أجنبي او ما ذلك. بشكرك شكرا جزيلا يا باشمهندس على وجودك معنا. شكرا، نورتني. شكرا. احنا النهارده موجودين في محطه محولات العالمين، هنفهم اكتر عن المحطه وتفاصيلها مع المهندس عبد الحميد مغاربه مدير عام الكهرباء والميكانيكا لجهاز مدينه العالمين الجديده. صباح الخير عليك يا باشمهندس. صباح الخير واهلا وسهلا بحضرتك ومنورين مدينه العالمين الجديده. احنا يا باشمهندس شايفين مشاريع خلصت زي الممشى السياحي والمدينه الترفيهيه، المشاريع دي تم تغذيتها منين اذا كنا احنا لسه في المحطه هنا ما اشتغلناش؟ المشاريع دي بالفعل اتنفذت واتغذت بتغذيه دايمه الكهرباء، لان احنا فكرنا في الموضوع ده. احنا كان عندنا في محطتين محولات بجوار مدينه العالمين الجديده. اه احنا بنتكلم عن محطه الحمراء، كان في محطه موجودة. اسمها العالمين، وفي محطه اسمها العالمين القديمه. العالمين القديمه اه، وفي محطه الحمراء. فاحنا عملنا توسعة لمحطة العالمين القديمة بحوالي 85 ميجا فولت، وعملنا توسعة لمحطة الحمراء بحوالي 75 ميجا، وده بالفعل احنا استهلكناهم بالفعل وغزنا بيهم المشاريع القائمة اللي هي في المنطقة الشاطئية، المنطقة الشرقية كلها، ومنهم مجلس الوزراء، والمنطقة الشرقية اللي هي بجوار مارينا، اللي هي ملاصقة المارينا، اللي هي حدود المدينة بتاعتنا. نفذنا غزينا الممشى السياحي وغزينا المنطقة الترفيهية، ودي كلها فيها كهرباء دايمة بالفعل حاليا يعني. بشكرك شكرا جزيلا يا باشمهندس. شكرا.